السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي سوكا شانيل. اليوم كنوجد لكم واحد الملاوي اللي كيجيو زوينين مور القين هشاش بالبصله وفيرميسال والكفته ديال الهند. كنتمنى يعجبوكم. بالنسبه اللي كتزور القناه ديالي اول مره، ما عليها الا تفعل الجرس وما تنساش دير جيم باش يوصلها كل ما هو جديد. بالنسبه للعجين غنحتاج جوج كيسان ديال الفرن رطب، جوج كيسان ديال الفينو، الملحه، كيسات الملحه، خميرة حمراء، طبعا الماء دافي باش نخلط العجين، جوج كيسان ديال الفرن فينو، خميرة. انا ما عنديش العجانه، اللي عندها العجانه يمكنها ديرهم في العجانه. ندير قبيصه ديال الملح، ونبدا نخلط بالماء دافي. نعجنها مزيان، نستمر على هذا الشكل. بالنسبه للبنات اللي بغاو يعجنوها ويخليوها واحد الساعه ديال المكانه ترتاح، بالكليك يمكن لكم. ننسالي دابا العجينه ديالي، ندهنها بالزيت ونخليها واحد ربع ساعه باش نشكلها كويرات. من بعد ندهنها بالزيت، خليها ترتاح واحد ربع ساعة، نشكلها كويرات. نديرها واحد في واحد البلاستيك، ونغطيها ونخليها ترتاح. بالنسبه للحشوه، انا درت ثلاثه البصلات كبار، قطعتهم رقاق مزيان باش ما كتجيش الملاوي ديالنا فيهم بصله كبيره. خديت الكفته ديال الهند، يمكن لكم تستغناو عليها، كل واحد باش يبغي يعمرهم. عندي قزبر ومعدنوس، دي الزيتون حتى هو مقطع، عندي الملحه قبيصه الملحه، الشعريه الصينيه درت وحده باكي صغيره قطعتها على هذا الشكل رقيقه، عندي زيت العود، شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، غير شويه باش ما كيعطيناش المروره. وبالنسبه اللي عندها العطريه ديال الكفته يمكن لها ديرها، اللي ما عندهاش يمكن لها تستغنى عليها. اول حاجه نبدا بها ناخذ واحد المقلاه عندي فيها شويه زيت العود،
نضيف عليها البصله ديالنا. سير هاد الحشوه هو البصله. البصله كل ما كانت بزاف كل ما كتجي زوينه، اللي كيجيو زوينين. ناخذ التوابل ديالنا، قزبر ومكنوس، ناخذ الملحه، بالنسبه للسودانيه انا ندير واحد شويه باش تعطيني لوكم، نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود بزاف، فلفله حمراء اكيد غنديرو بزاف، واحد المعلقه كبيره كيف قلت لكم، الكمون غندير واحد شويه ديال الكمون، منديرش بزاف باش ما يعطينيش المروره. انا غندير شويه ديال العطريه ديال الكفته بالنسبه لي ما عندوش يمكن الاستغناء عليها، ونخلط المكونات. بالنسبه للزيت انا درت غير شويه حيت البصله كتلق من الزيت، وتكون اللي عندها الهريسه يمكن لها دير شويه الهريسه، انا كنكتفي ب عندي غير السودانيه درت واحد شويه كافي. نخلي البصله ديالنا التوابل تشحر مزيان، بالنسبه للبصله هاهي تشحرات ليا، ناخذ الكفته بلادان ديالي كتكون كتبقى اختياريه، اللي بغا يديرهم غير عاديين يمكن لهم يديرهم بالبصله كيجيو زوينين. نشحرها معاها مزيان، نخلي الكوتشو ديالي طيب، ومن بعد ما طيب غنزيد عليها الفرنسيل والزيتون مقطع. بالنسبة للبصلة ديالنا الكفته هي طابت، غادي نزيد عليها الشعريه الصينيه اللي درتها قبل في الماء، نزيد عليها الزيتون العظم اللي قبل غسلته، درت غير شويه الزيتون، ونخلط الحشوه ديالي. هيا واجده، يمكن لكم تستغناو على الشعريه الصينيه والزيتون، يمكن لكم ديروا غير بالبصله بلا كفته، انا كنفضل نديرهم هكا. بالنسبه للهريسه كتبقى اختياريه اللي كيبغيهم حارين يدير الهريسه. انا نخلط الحشوه ديالي على هذا الشكل كيف كتشوفوا، جربوهم كيجيو زوينين. بعد ما سريت الحشوة ديالي ناخذ العجينة، غادي نخليها ارتاحت واحد ربع ساعة،
نشكلها كويراس، ناخذ واحد شويه الزيت ندهن يديا، يمكن لكم ديروا الحجم اللي بغيتو، انا نديرهم شويه صغيرين. كنستمر على هذا الشكل، ندير شويه دي نشكلهم كويرات ونخليهم يرتاحوا واحد شويه. نخليهم يرتاحوا واحد الربع دقيقه ولا خمسه عاد نمسطهم. اول حاجه ناخذ الكويرات ديالي نمسطهم على هذا الشكل، ناخذ الحبشو ديالي كنزيدها واحد شويه الزيت المائده باش ما كتجينيش ناشفه، كنوزعها كنطوي على جوج طويه الملاوي عاديه، من بعد كندير شويه الفينو، من بعد كنطويها هكا ما كندورش كنطوي هكا حتى نطويها على اربعه، ومن بعد كنجمع من الجوانب. كيف كتشوفوا انا غنصبها على جوج شكل الزيت شويه الفينو طوي هكا كيف قلت لكم، ومن بعد نجمع ثم كيف شفتوا الصامر. خليكم معايا. من بعد ما شكلتهم كويرات كيف كتشوفوا، انا دابا غنسخن المقله ديالي ونطيب الملويات ديالنا. من بعد ما سخنات لي المقله ديالي، انا درت شويه الزيت مع الفلفل الحمراء باش يجيوني الملويات ديالي هما يجي فيهم اللون. نمسطهم على هذا الشكل، جميع القاق
غير بداو يطيبوا نقلبهم شي مفخولين. كي كيبداو يطيبوا كنت كنقلبهم باش كيجيني مورقين. انا غنستمر على هذا الشكل، خليكم معايا شوفوا الشكل مزيان. البنات هما المليويات ديالي واجدين كيف كتشوفوا، هانتوما كيف كيجيو، كيجيو زوينين وهشاش. هانتوما كنتمنى يعجبوكم، بصحة وراحة.